هذا السيد هذا اللي حرق هذا القران هذا في سميتو في ستوكهولم، لان مدعومين من طرف لوبيات مدايره، لوبيات الحاديه، لوبيات ضد المسلمين، ضد الاسلاميين، ضد دايره، وبغى يورينا على ما صافي توريونا حنا هذه الحريه الاسلام، الحريات بطريقه العامه في حرق القران. تصور ان حنا دابا درك حرقنا الانجيل ولا حرقنا التوراه ودرنا له اعلام وتمارك حلا، كي غادي نوضوا الانجيليين سورتو الانجيليين الكاثوليك البروتستانت اللي في المانيا، اللوبيات ديالهم مجهدين في المانيا وفي البلدان هذا كوموندير الجرمانيه بحال الدنمارك بحال السويد بحال فنلندا بحال النرويج، غادي يقلبوا عندنا دنيا. والله لا سكتوا، والله لا سكتوا، ما يسكتوش. هذه خطوه ديال واحد جبان مسكين مدير معتوه شي شويه، مدير لا زعما دير له اعلام تما وحنا حرقنا القران وكذا عندكم نتوما على حيك. دابا علاش؟ لانه الوتر الحساس ديال المسلمين هو تقيس لهم مقدساتهم بطبيعه الحال، من حقهم بيان سور كيما اي واحد تيحترم مقدساته وتنتحترم مقدسات ديال الاخرين. انا تصور نجي دابا درك ونبدا نحرق انا في الانجيل ولا نحرق في التوراه ولا نحرق في الافيستا ولا شي با موا، بدا تحرق فيهم ودير لها اعلام. والله اخويا تنوضوا لك كاع بالاعلام ديالي، يقول لك انت مناهض وانت ضد هذا، ضد المسيحيين، ضد هذه، ضد. انا مساله يعني مقيته وضيعه، حركه زعما خسيسه. حنا الدين ديالنا اسلامي متسامح مع كل الديانات، ديانه يهوديه ولا ديانه كريتيه ولا لابورت كيل ديانه، الدين ديالنا الاسلامي وصانا على اليهود وصانا على الجزوره الاسلاميه، وصانا كما يكون الحال الجار ديالنا ولا الديانه نحتفظوا بها ويحتفظ الاحترام على الديانات السماويه. والله يهديهم اخويا، حنا ما عندناش، حنا كنسلوا من الحق، حنا من حقنا ندافعوا على الشجره الاسلاميه الى الابد. العلاقه مع السويد ما خدماش لينا، كاع لك هذه الدين الاسلام ما عندناش معاهم، حنا ما عندنا مع الله والاسلام هو اللي معاه. هذا ما عنده حتى شي علاقه بالحريات الشخصيه، طبعا مرفوض. الحريه ملي كنقولوا حريه فهي حريه ولكن محدوده الا كنا غنضروا ناس اخرين، فهما كيمسوا كيف كنقولوا حنا مقدسات ديالنا كمسلمين، هذا الشيء مرفوض. فهما ما غيبغيوش اننا فتا واحد مثلا، نعطيو غير مثال، واحد ما غيبغيش انني نسب ليه الام ديالو فهو غيدافع عليها. الا انا قلت عندي الحريه وبغيت نسب ليه الام ديالو، هو غيقول لي لا الحريه ديالك هنا تحدات، فحتى هما الحريه ديالهم تحدات، ما يمكنش يقيسوا المقدسات ديالنا سواء النبي محمد عليه الصلاه والسلام ولا القران ديالنا ولا اي شعيره من شعائر الاسلام. فهذا الشيء مرفوض نهائيا. اصلا يعني حرق القران ولا سب الدين ولا سب القران هذا كله كفر، والمسلم يكره الكفر، فاحنا كنكرهوا هذا الشيء اللي داروه هما، فما كنقبلوش، طبعا ما غاديش نقبلوه. ما خصوش يتحرق، كتكون رده الفعل خايبه ونكون انا تما كاين راه يكون واحد الرياكشن اخر. تقدر هذيك تكون ديانتهم بحال ما هكاك وما كيحس بشي حاجه ناقصه من جهتنا حنايا ولا شي حاجه بحالك. حرق القران هذاك مسكين الشيطان بغى يفتن المسلمين في جميع العالم. الشيطان دركو مسكين لانه الله يحسن العوان ما تقدرش تحكم على ظروفه، لانه تو مبتلي. انا الشيطان مع عدو جميع المسلمين وحتى المسيحيين. السويديين الناس طيبين، الله عمر هدر الناس كلهم، الله عمر هدر، ما نحكموش على الناس كلهم في السويد، نقولوا ناس خبثاء، ناس الله عمر هدر. كما هذاك الشيطان، هذاك الشيطان ارتكب هذاك السيد بوحده، ما نقدروش نجمعوا كاع الناس في السويد ولا في فرنسا ولا في هولندا ولا في المان ولا الامريكان وجميع الدول ونقولوا خبثاء، لا ما يمكنش. من الناس كاينين فيهم طيبين وكاين ناس فينا احسن طيب، ونتمنوا التوفيق لجميع الناس اللي كيعيشوا في السويد، هي هذاك السيد يديروا مع القانون وغيره وغيره.